أيام كارتاج الموسيقية كلمة بالمناسبة دعم وزارة الثقافة 100%. إن شاء الله إن شاء الله هي عادة محمودة، إن شاء الله موعد مع هذا الفن الراقي الفن الموسيقي يدخلنا شوية دفء ويزيدنا من فرحنا بنزول هذا الغيث النافع. نحب نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الدورة وأنجزها، السيدة مديرة الدورة الفنانة والأستاذة درساف حمداني، السيدة زادة مديرة المؤسسة الوطنية للتظاهرات. حب نحيي زادة، هي مناسبة أسرة الإعلام اللي ديما تواكب مثل هذه الأيام، وهذه الأيام تلتقي فيها نخبة من الموسيقيين من عدد محترم جدا من الدول. إن شاء الله تكون فرصة للتنافس، فرصة لتلاقي الثقافات اللي كلهم يتكلموا لغة واحدة، لغة الفن، لغة الجمال، لغة المحبة ولغة السلام. هي بعض مثل هذه التظاهرات يعني هو دعم للثقافة وللموسيقى عموما. بالطبيعة مثل هذه التظاهرات هي فرصة للتلاقي أولا، فرصة لتبادل التجارب، الفرصة هذه تحث زادة على مزيد الإنتاج، مزيد الإبداع، وهي مناسبة كما شفت أنه هو فقط مش يكون عروض موسيقية، هي فما دورات، فما ملتقيات، فما منتديات، فما تبادل أفكار، وهذا بالطبيعة يشجع إن شاء الله ونحن في طريقنا، معناها في لمساتنا الأخيرة حول قانون الفنان إلى غير ذلك. لنا فرحانة برشا وممتنة للجمهور اللي حاضر ولكل الفنانين اللي حاضرين معنا الليلة. شكرا للإعلام اللي حاضر بكثافة، إن شاء الله تكون دورة نجاح وتثمر نتاجات جميلة من الفن ومن الفكر ومن اللقاءات والحوارات. وشرف كبير لي، أنا فرحت معناها وقت اللي
سمعت اللي فما معناتها تكريم، حاجة مستني برشا وفرحانة وفخورة بها، خاطر احنا في تونس تعرف الظروف في كل الميادين صعيبة برشا، وانا بكوني فنانة ما استاذة جامعية، دونك نكون في الشباب التونسي عندنا مسؤولية فيما يخص الجيل الجاي هذا، نكونوا فيه احنا ونعملوا معاها برشا تجارب وبرشا مشاريع وكل شيء. المغنين اللي معايا اليوم في خاطر باش نعملوا عرض صغير في التكريم، كلهم متخرجين من المعهد العالي وعرضنا بعضنا في المعهد العالي للموسيقى. فخورة اللي الثنية الصعيبة هذه متاع الفن في تونس يكرموك عليها، تكرمك عليها بلادك، كان حاجة فرحت عليها برشا. أبدعت الوجود بحكمة ونظمت من إبداعك الأفلاك، هذه دلائل أنك خلق الوجود ولا إله سواك. اتفيت من عرض اسمه نفس. نفس هذا عرض عملناه عنده من 2008 ديجا وقعد يدور وطول الفريق متاعه تبدل. هو عرض أغاني صوفية من كامل أنحاء العالم، ألحان كله في الغناء. حبيت خاطر أنا متعددة الأوريجين الأصول، وبابا تونسي لكن أمي اشترها من إسبانيا من ألمانيا من حسيلو برشا بلدان. دونك أنت خذيت هالمزيج هذا وجسدته في العمل هذا. بالضبط، انا ما نجمتش عمري ما نجم نعرف معناتها بروحي في اسلوب واحد، متعدده الاساليب في الغناء، وديما في كل الاساليب نحس اللي فما روح، فما معناها قسم مشترك. حبيت نوري في عرض واحد كيفاش نجم نتعداو من تقنيات برشا تقنيات، وزاد كيفاش الشعوب حسب الديانات نتاعها اعتقاداتها وكل شيء وتقاليدها تغني الإله بنفس الطريقة. أبدعت الوجود بحكمة ونظمت من إبداعك الأفلاك، هذه دلائل أنك الله، هذه دلائل أنك الله، هذه دلائل أنك الله الذي خلق الوجود ولا دينا من ايام قرطاج الموسيقيه حاجه جديده، وانت تعرف اللي بعد كل مهرجان كبير تولد مشاريع جديده، تولد وجوه جديده، تولد افكار جديده، واحنا ذاك كيفاش نستناو من جي ام سي انه تخرج لنا مشاريع جديده، مشاريع تخرج عن المألوف، مشاريع بعيده عن التكرار وبعيده عن الاشترار، وهذا كان ان شاء الله اللي طمعين فيه من ايام قرطاج الموسيقيه. نحبك يا شوارع المدينه كيف يطيح عليك الليل، في حضنك يا ما تخبينا وغنينا برشا مواويل، اللي ماشي فيك وفرح يتفكر في وجع البارح، واللي ماشي فيك وسرح طريقه بالياسمين وفواح، واللي وسطك خبى اسراره
ناس الكل في أمره احتاروا. ايش عندك جديد؟ جديد، فما زوز مشاريع ودعا بطبيعة اللي تعرفوا الكل اللي خذايا عمناول صدى كبير، وإمرود إن شاء الله سنة باش تشوفوا زادة عرض جديد متميز جدا بيروح البلاد التونسية كالعادة اللي ما نستغناش عليها. قرطاج الموسيقية هو موعد لتتلقى فيه برشا أنواع من الموسيقات. مهم جدا هذا الموعد الثقافي لتطوير الموسيقى التونسية وانفتاحها على الموسيقات العالمية. ربيع مش نلقاوه موجود بطبيعة في هاللمة الاحتفالية الثقافية الفنية الموسيقية. العرض متاعك كان تعطيني بإجاز، شنية المشاركة متاعك؟ العرض اسمه نوستالجيا، معناه من الاسم نفهم أنه هو فيه الحنين إلى فترة معينة من تاريخ التلفزة والسينما التونسية. العرض هذا فيه أغلب وأهم الأعمال اللي خدمتها طيلة تقريبا 20 سنة من العمل مع التلفزة التونسية ومع السينما التونسية، والأعمال اللي عرفوها الكبار والصغار وحفظوها واللي قاعدين يتبثوا إلى حد الآن، أغاني يعرفوها الجميع. والأهم في هذا الكل أنه العرض هذا مش ينتقل من الأستوديو إلى الركح. نوعية المهرجانات هذه مهمة جدا كما قلت لك، يعني تطور كل موسيقى يلزمها تتأثر وتأثر في الموسيقات المحيطة بها، سواء في على المحيط الجغرافي أو المحيط العالمي. يلزم الاستماع إلى العديد من الموسيقات في المباشر. المهرجان هذا فرصة أنه العديد من الموسيقيين يتقابلوا، يتبادلوا يعني التجارب والخبرات على المستوى التطبيقي.
ثم إن شاء الله أعمال في رمضان، ثم عندي أيضا عرض آخر نحضر فيه حوار المتوسط، والعديد من الأعمال الأخرى إن شاء الله في المستقبل. ماركت السنة مشي في ديمونسيون ايكولو، ما فما بكلمات نحاول نلقاهم بالعربي، حاولنا نمشي ومعناه في حاجات اللي نحافظ على الطبيعة أكثر، إنه نختاروا دي زارتيزان من تونس اللي يخدموا على الناي على الكولا، دي كولكسيونور متاع فينيل متاع آلات وكتب موسيقية قديمة مش موجودة كان عندهم هما، وإنه مشينا في ناس تصنع الديكور من الآلات الموسيقية اللي وفات السيكل متاعها في استعمالها في البروفيسيونيل، أما عاودوا جددوا لها الحياة وعطاوها حياة ثانية عفوا بأنهم حولوها الحاجات متاع ديكور، سواء معناها ديفايوز متاع ضو، سواء حاجات تتعلق كيف كيف، فما البيجو، فما ميوزيسيان اللي هي تخدم البيجو من الموزيكا اللي هي على باز ميوزيسيان، فما فنيين اللي هما يخدموا على الناي والكولا، معناها سي شكري قداح وسي حسين بن حسين من قصور السيف وسي شكري قداح من القروان، اللي هما مازالوا يصنعوا في الآلات هذوما بيدهم بطريقة معناها تقليدية اللي هما ما عادش منهم برشا. كيف كيف معانا الجيفت ستور متاع جي ام سي اللي هو جي ام سي ماركت جيفت ستور باي شعبية، شعبية هي البارتنير متاعنا، يحضر معانا مركز العربية، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة عفوا، عن طريق ورشة اللي يوريو كيفاش يصلحوا الآلات الموسيقية كيفاش يجددوها، بقيادة سيد الهدي بالأصفر اللي هو مختص عنده أكثر من 40 سنة في المجال، ناس اللي تخدم على المحافظة على تراثنا الموسيقي، بين الناس اللي خذت الموسيقى هذه وجددتها، حاولنا نمشيو في حاجة يكونون حافظوا على الطبيعة كيفاش نعطيو حياة ثانية للحاجات، باش يكون كيف كيف عنا ورشة للأطفال للبريكولاج والراسكلا عن طريق الآلات الموسيقية. خذيت مقاطع من بعض الأغاني التونسية وشرقية كذلك وكتبتهم على البنادر وحطيتهم في هكا في ميزانسين من هكا، وباش فما نهار آخر باش نستدعى فيه العباد أنهم يغنوا في هالركن هذايا، واللي يغني نكتب له اسمه بالخط العربي. حاجة جديدة هذايا باش نحثوا العباد أنهم يغني ويشد الميكرو، خاطر برشا يخافوا منها الحكاية، يحتمل يجي يشوف يقول حاجة باهية وحاجة سهلة، فنحبوا ندفعوا العباد أنهم يقربوا للموسيقى والغناء. Thank you.
فيها زوز حاجات في نفس الوقت، فما التنصيب كما قلت لك انستالاسيون، وفما كذلك انه الفنان يخدم قدام الناس، دخل العباد شوي العالم واللي يعمل فيه الجو واللي يخدم فيه الاعمال تاعو، فالناس لما يجوا يشوفوا الخطاط كيفاش يخدموا ويشوفوا المخرجات نتاعو. فيها زوز جوانب، فيها الجانب هذاك وفيها كذلك الجانب نتاع العرض اللي باش يبقى متواصل تيلة ايام التظاهر.